السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع الأحرار وفي كل مكان. الموضوع ديال هذا النهار هو اللي اكتشفناه مؤخرا، كنكتشف واحد القضية، وهو أن الحكومة سعد الدين العثماني خرج وقال لهم أن البوليس غادي يخرج من الريف. خبر تيقول أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه تم سحب عناصر الأمن من عدد من المناطق بالريف طبقا لتعليمات ملكية. أوكي، تعليمات ملكية، نافيا أن يكون الملك قد اجتمع مع الوزراء أمس الثلاثاء. وقال في تصريح للصحافة على هامش انعقاد لقاء حول السياسة التواصل الحكومة صباح اليوم الأربعاء بالرباط أنه لا علاقة للحكومة بمطلب إطلاق سراح معتقلي الريف والقضاء، والذين لهم الصلاحيات دستوريا وقانونيا هم من سيتخذون القرار في الوقت المناسب. وهنا غادي نشوفوا القوالب. قرار ملكي تيعترف ان الامن ارتكب اخطاء في الحسيمه، وان داكشي اللي كان كيطرى في الحسيمه، داك التدخلات الامنيه كانت كلها خاطئه. يعني حتى دوك الاعتقالات راه خاطئه، يعني حتى ديك الاعتقالات راه ما خصهاش تكون، يعني حتى ديك الاعتقالات راه ارتكبتها الدوله غير للتعنت ديالها، لان ما بغاتش تعترف بالخطا ديالها. وهنايا كتشوفوا القوالب ديال الدوله المغربي، ديال النظام المغربي. بلاتي غادي نكمل لكم الخبر، عاد نقول لكم شنو غيطرى. واضاف العثماني ان ذلك ليس من مهمه الحكومه، فالقضاء اصبح مستقلا. يعني انا ما بغيتش نسب، لان حشومه غادي نسب، فهمتي؟ يعني انك انت واحد الانسان اللي كتقول انك راك انسان ملتزم ومتبع يعني الدين الاسلامي وكتطبق يعني الشعائر ديال الاسلامي وهذه، وكتجي هنايا وكتكذب على 40 مليون مغربي وكتقول لهم القضاء اصبح مستقلا. يعني من خلال الكلام ديالك انت دابا، حنا كنتاكدوا، حنا كمغاربه كنتاكدوا ان القضاء قبل ما تخرج انت بهذا التصريح، يعني القضاء ما كانش مستقل. يعني جميع الاحكام التي صدرت في حق الحقوقيين اللي هما دابا كيعانيوا من هذا القضاء الذي لم يكن مستقلا، الذي كان تابعا للمخابرات، والذي كان يخدم مصالح البوليس، والذي كان يخدم مصالح بعض الشخصيات في الامن، يعني الان اصبح مستقلا. بغيتي تقول لنا راه دابا هاد الاحكام اللي صدرت قبل ما هذا التصريح راه كلها باطله؟ يعني من المفروض ان جميع الناس الحقوقيين اللي دابا هما يعانون من ويلات السجن ومن ويلات الاعتقال خصهم يطلقوا سراحهم، لان ذا كل ما وجه لهم كله باط. القضاء اصبح مستقلا عن الحكومه كما هو معلوم، وحتى النيابه العامه الان اضحت مستقله عن الحكومه. انت دابا واش بغيتي تكذب علينا، ولا بغيتي تقول بنا، ولا تدخ علينا، ولا انت دابا كتحس عند راسك قافز، ولا كتحس عند راسك انت مطور وكذا؟ اوكي، فكل طرف يقوم بمهمته. فين عمرنا حنا كنا في المغرب كنعرفوا ان كل واحد يقوم بمهمته؟ في المغرب كنعرفوا ان الاجهزه الامنيه هي التي تقوم بداكشي اللي بغات، يعني كتضرب القضاء في عرض الحائط، كتضرب النيابه العامه على عرض الحائط، يعني الامن، يعني البوليس، يعني المخابرات هي اللي كدير ما بغات، هي اللي كيكون عندها تاثير في الاحكام. كاع الناس مثلا اللي محكومين، الذين يوجدون في السجن حاليا، يعني كلهم ما كانتش احكام عادله، لان كلها كانت احكام جايه من المخابرات، يعني باش المخابرات تصنع ديك الصوره الزوينه ديالها. ونحن لنا مهمه سياسيه تواصليه تنمويه على الارض، نرفع الجاهزيه ونسرع مختلف الاوراش، ونحن في عملية جرد مختلف الاتفاقيات والأوراش على المستوى الوطني لمراجعة طريقة تفعيلها. اوكي، يعني هذا هو الخبر اللي جا به الأستاذ الوزير الأول العثماني. ولكن اشنو غايديروا دابا هما؟ داكشي دابا هما يعني المغرب كدولة يعني بقى كيتلقى الصهد من الدول الخارجية، من دول أوروبا، من أمريكا، من سميتو، بقات كيتوجه الاتهامات ان المغرب لا يحترم حقوق الانسان. وراه كيف كنعرفوا ان في المنظمه الافريقيه، ان الاعضاء ديال المنظمه الافريقيه اتهموا المغرب بعدم احترام حقوق الانسان. اوكي، يعني ملي هاد المنظمه هذه كتوجه للمغرب ما كيحترمش حقوق الانسان، اشنو غادي نقولوا على الامم المتحده؟ شنو غادي نقولوا على الدول المتقدمه، الدول اللي فيها ديمقراطيه؟ يعني الاعلام الغربي، يعني الاعلام ديال الدول المتقدمه، الدول اللي فيها واحد النوع من الديمقراطيه، كتوجه واحد التهم كبيره للمغرب بعدم احترام حقوق الانسان وبقمع المظاهرات السلميه. اوكي، يعني هنا المغرب دائما تيخدم القوالب، يعني النظام المغربي كيخدم القوالب. يعني كيف ما كنعرفوا، باش غادي يقضي على هذا الشيء كله،
غادي يشد سيدي هاد الناس ديال البوليس وهاد المداخلات وهاد القضاء على المظاهرات وكذا، غادي نحيدو حنا البوليس، غنحيدوهم من تما، غادي تولي المدينة عادية يخرج كيف ما بغيت. ولكن اللي ما تعرفوش المغاربة أن اللي غادي يبدا يخدم دابا هو المخابرات. يعني اوليوه باش غادي يكون خدام الامن وغادي يبقى يضرب عباد الله قدام الكاميرات وقدام عباد الله وكيشوفوا الناس وكل شيء، كيشوف العالم كله كيشوف، دابا المغرب غادي يخدم واحد القوالب اللي كان كيخدمها في السبعينات والثمانينات، وهو انه ما يبقاش يخدم الامن ولكنه غير يخدم المخابرات. يعني من بعد هذا الشيء غادي نشوفوا ان الاختطافات غادي تكثر، وان السجن بلا يعني بلا تهم غادي يكثر، وغادي نبقاو نلفقوا للشباب ديال الحسيمه يعني التهم اللي ما كايناش، غنبقاو نلصقوا لهم التهم ديال الارهاب، غنبقاو نلصقوا لهم التهم ديال المعاداه، يعني غنبقاو نلصقوا لهم شي تهم اللي ما عندها حتى شي علاقه بالحراك. اوكي، نقدروا مالك مثلا نشدوك غير في الزنقه ويلصقوا لك التهمه ديالك انك راك ضربتي بوليسي ولا سميت، يعني هذه يعني كتعرفوا ان النظام المغربي يعني غيبقى يلصقوا لك التهمه ديال تهم ديال الارهاب، تهم الاغتصاب، يبقى يجيبوا لك مثلا بنات من المخابرات يضحكوا على الشباب ويلصقوا لهم تهم ديال الاغتصاب، يلصقوا لك. يعني خصكم تعرفوا المنظومه ديال المخابرات المغربيه كيفاش كتخدم، يعني كتخدم كلها على تحرميات وعلى الفساد وعلى الشيطانه. يعني دابا مدينه الحسيمه غادي تخرج، غادي يخرجوها من ديك القضيه ديال تورط الامن في المظاهرات، ولكن غادي يشيطنوها. اوكي، غيدخلوا المخابرات، يعني هاد الشيء مثلا اللي كتخدم الانظمه الديكتاتوريه اللي كتلقى مثلا اتهامات من الخارج. اوكي فوالا، حنا راه غادي نجيد غادي نحيدوا مثلا، ما غتبقى لا ما غيبقى مثلا لا بوليس يقمع ولا شي حاجه، ولكن غادي نديروا واحد الانزال مخابراتي في يعني في المناطق اللي فيها الحراك لا تتصور. يعني غادي تبقى تشوف ان لا بوليس لا والو، ولكن في الحقيقه راه غادي يكون البوليس اكثر من السيفيل. اوكي، يعني غادي يكونوا مثلا رجال المخابرات اكثر من السكان ديال الحسيمه، يعني غادي يحاولوا ما امكن يقمعوها بالسكات. اوكي، دابا شتي هما المغاربه، دابا النظام المغربي كان تيقمع هذا الحراك بالصداع. اوكي، بالضرب والعصا والبوليس وكذا، وداك الشيء يعني داك الشيء باين. اوكي، دابا غيمشوا غيتحولوا لواحد الظاهره اخرى، وهي قمع الحراك بالسكات، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوه مثلا. وهانتوما كنقولها لكم دابا، وهانتوما غادي تشوفوا من بعد اسبوعين ولا من بعد ثلاث اسابيع، غادي تبقى الاختطافات راه بدات، لان كاينه اختطافات في الحسيمه، غادي نبقاو نشوفوا الناس اللي مثلا تيبانوا في المظاهرات، وغادي نبقاو نختطفوا بالواحد الواحد، غادي ندوهم نقمعوهم، غادي نهدوهم، نهدو لهم والديهم، يعني اللي عندنا شي حاجه باش نهدوه غادي نهدوه. اوكي، يعني حتى غادي نقتلوا الحراك بشويه بشويه، لانك اللي كنقول لكم ان مثلا النظام المغربي راه ماشي مستعد باش غادي يلبي الطلبات ديال الحراك، راه ما يمكنش، راه يعني راه ما يمكنش. اللي خصكم تعرفوا واحد القضيه، ان مثلا الملك واحد القضيه ما كيلاحظوهاش المغاربه، ان الملك ملي تيجي تيخطب وتيقول رعايانا الاوفياء، وخصكم تمشيو كتعني اشنو كتعني كلمه الرعيه، واش فهمتي ولا لا؟ راه الناس راهم مازال ما تيعرفوش داك المفهوم ديال الرعيه، راه المغاربه خصهم يمشيو يقراو على اشنو كتعني الرعيه. اوكي، والرعيه راه كانت حتى في اوروبا قبل الثوره الفرنسيه وقبل قبل الثوره الصناعيه اللي كانت في اوروبا، راه كانت الرعايه، يعني الملك كان تيقول للناس الرعيه، يعني الملك كيكون عنده حكم مطلق، يعني مثلا الملك ديال فرنسا الاراضي ديال فرنسا كلها ديالو، واش فهمتي؟ يعني الخيرات ديال البلاد كلها ديالو، وما عندش الحق مثلا الرعايا يحاسبوا الملك يقولوا ليه راه خصك تقسم معانا ولا خصك تعطينا حقنا، نو، لانهم رعيه، لانه وشكون اللي كيجيب هذه القضيه ديال الرعايه؟ وهي امير المؤمنين، لان امير لان هذه الرعيه والرعايه عندها علاقه باماره المؤمنين، يعني عندها يعني عندها تصور ديني، يعني الانسان ملي تيقول النظام المغربي كان ذكي ملي خرجوا ديك القضيه ديال امير المؤمنين، راه ماشي خرجوها غير هكذاك، راه خرجوها لمصالح باش انهم يعني ان في النظام ديال الرعيه ملي كيكونوا الشعب كيكون ملي كيقول الملك الرعايا، واش فهمتي؟ يعني راه بحال العبيد، يعني الشعب المغربي راه تيكون يعني بحال العبيد، يعني ما خصكش تظاهر وما خصكش تكون ضد الملك
والافكار ديال الملك والتصورات ديال الملك يعني خصها تكون مقدسه، ما خص حتى واحد يناقشها. وهذا الشيء علاش كنشوف يعني، ولكن ما عمرهم كيشرحوا لنا هاد الحوايج هادو. راه ملي تيخرج ما تيقول رعايانا الاوفياء، واش فهمتي؟ راه بحال كيقول اي ايها العبيد الاوفياء، يعني الرعايا راه غير هي عبيد، ولكن بواحد المفهوم اخر، واحد التصور اخر ديني. يعني الرعيه راهم العبيد ديال الملك، يعني الشعب المغربي كله يعتبر عبيدا عند الملك، لان مثلا الشعب المغربي ما عندوش الحق يطالب بشي حاجه، يعني داكشي اللي كيوفر ليه الملك هو اللي كاين، وما خصكش مثلا تنوض تقول بغيت الزياده ولا بغيت مثلا السبيطار. يعني الملك الا بغى مثلا، لانك انت راك غير رعيه، لا بغيتي الملك الا بغى مثلا يوفر لك داكشي راه غادي يوفر، الا ما بغاش يوفر لك راه ما عندكش حق تناقشه، لانه هو اللي كيحمي البلاد وهو اللي كيحمي الدين. وهاد القضيه مثلا ديال الرعيه اللي رجعت لاوروبا هي اللي كتطبق عندنا حنا دابا في المغرب. يعني الملك يعني هو عنده الحكم المطلق في كل شيء، يعني هو اللي كيستحوذ على الثروات، هو اللي عنده الحق ديال التجاره، هو اللي عنده الحق يبيع عليك، هو اللي عنده الحق يشري منك، يعني انت ما عندكش الحق تتكلم. وكيف ما كنشوفوا مثلا القانون 8 اللي جاب به مجلس النواب، وان الاغلبيه سنت عليه، وان مثلا الحكومه اللي حيدت لك ارض ولا حيدت لك مثلا شي حاجه ما عندكش الحق تناقش معها، لانها كيقولوا لك المصلحه العامه. وهذيك مثلا هذيك الفصل 8 اللي سنوا عليه مؤخرا، ما عندكش الحق بالطلب التعويضات مثلا الا خداو لك مثلا، قال لك اسيدي احنا غادي ندوزوا لوطوروت من هنايا، اوكي، وعندك الارض فيها، عندك فيرما، عندك مثلا عندك فيها معمل، وحيدوا لك مثلا ديك الارض، اوكي، هما غادي يقروا الثمن اللي غادي يعطيوك، لانها كتدخل في المصلحه العامه، والمصلحه العامه كلها ملك ديال ملك للوطن. يعني المصلحه العامه هي ملك ديال الشعب المغربي، يعني ما كيبقاش انت عندك الحق فيها، وما عندكش الحق حتى تطالب بالتعويضات ديالها. يعني من قبل كانوا الناس مثلا كيمشوا كيطلبوا التعويضات على مثلا الى خدات لك مثلا الجامعه شي ارض غتبني فيها مثلا شي حاجه، دازت اوتوروت، بغى يبنوا سد، بغى يديروا شي، كياخذوا الناس الاراضي وكيعوضوهم، وكيعوضوهم بالثمن اللي بغاو، وكيعوضوهم يعني على حسب شكون انت، اوكي. مثلا واحد مثلا كوميسير وعنده فيرما، راه ما يخلصوش مثلا بحال واحد مسكين عنده واحد ساكن مثلا مربي بقيرات وعنده واحد الارض كيزرع فيها وداك الشيء، راه ما يخلصوش نفط خلاص، راه كيخلصوا هذاك الرجل تابع للام بالثمن اكثر من الثمن ديال الانسان العادي. يعني هذا هو القانون 8 اللي جاب خرج، اللي ما عندش الحق مثلا المغاربه يطالبوا بتعويضات على الاملاك ديالهم. يعني مثلا او الدوله اذا استحوذت على ملك ديال المواطن، المواطن ما عندوش الحق يسترجعها ولا يطالب يعني بتعويض عليها. يعني هذا هو اللي خصنا مثلا نفهموه في هذه القضيه ديال الرعايه اللي كيفرض علينا النظام المغربي. والقضيه الاخرى اللي غادي نرجع عليها هذه غير نقطه خارجه عن داك الشيء بغيت نهضر عليه، غير اللي بغيت نقول انه هو ان النظام المغربي راه البوليس غادي يخرجوا من الحراك، غادي يخرجوا يعني من الحسيمه، واللي غادي يكثر يعني غادي يدخل المخابرات، هي اللي غادي تبقى تشتغل دابا، هي اللي غتبقى دير خدمتها، يعني هما اللي غيبقاو مثلا الاختطافات والاعتقالات وتلفيق التهم وداك الشيء. فوالا، هذا هو الخبر اللي جبت لكم اليوم، لانه خبر مهم. كنقول لكم الناس ما خصهمش يثيقوا، الشعب المغربي ما خصوش يثيق في هذه القضيه هذه. يخرج شي واحد يقول لكم لا راه خصكم تفرحوا، راه ما غاديش يبقى البوليس، ولا راه ما غتبقاش هذه، ولا راه الحكومه خرجت كتعتذر. راه نقول راه شتي هذيك الخرجه اللي خرجوا كيعتذروا، ولا هذه القضيه اللي خرجوا تيقول لكم انا البوليس ما غيبقاوش في الحسيمه، راه ماشي داروها هما حيت بغاوها، نو، راه داروها لان كتجي كيجيهم الصهد من الدول الديمقراطيه. يعني الصحف العالميه كتكتب لدوالها، والناس بداو كيخرجوا تيقولوا او شل شي طرف المغرب او كيفاش، يعني حتى المستثمرين مثلا حتى هما مثلا السمعه ديالهم ما غتبقاش مزيانه في بلدانهم، لانهم يستثمرون في دوله غير ديمقراطيه، ولا في دوله تتمارس القمع على السكان ديالها. يعني حتى مثلا هاد الشيء ماشي جا غير هكذاك، يعني هو جا بالاصوات الخارجيه. يعني المغرب لقى راسو يعني في واحد الوضعيه حرجه امام العالم بهاد الشيء، مثلا القمع الذي يمارسه في الشمال. هادشي علاش مثلا هما خرجوا، حتى مثلا دابا الصحف العالميه غتخرج غتقول وزير الاول خرج كيعتذر، وان راه ما غيبقاش مثلا البوليس ما غيبقاش في الحسيمه. هادشي كله غيديروا، هادشي كله راه خصكم يعني راه خص المغاربه ما يتيقوش في النظام المغربي. راه شتي مثلا النظام المغربي ملي كيقوم بواحد الخطوه اللي كيقول فيها الشعب راه دار خطوه مزيانه، راه خصكم تعرفوا اشنو جاي من وراها،
اوكي، راه الخطير هو اللي جاي موراها. يعني راه ما غيمكنش مثلا غادي ينوضوا غادي يقولوا لهم فوالا السكان ديال الريف ما بخير، حنا غنديروا لكم سبيطار وغنبنيو لكم جامعه وغنديروا لكم غدا غنديروا لكم هادشي. راه الكذوب، شتي النظام المغربي ما مستعدش يدير شي حاجه في الشمال، اوكي، لان عنده حوايج اخرين بغا يديرهم في الشمال، ما عندش مصلحه ان السكان ديال الريف انهم تحقق لهم هاد المطالب اللي كيطالبوا بها، وما عمره غادي ينفذها وما عمره غادي يطبق، رغم مثلا ديك الضبابه اللي جابها الملك تيقول لهم هادشي اللي كنقول لكم، ان مثلا الملك راه كيدير الحكومه غير باش كيفرغ فيها المشاكل ديالو، اوكي. دابا مثلا هادشي كنت قلت لكم في واحد الفيديو، ان الحكومه ديال العداله والتنميه راه ما غاتكملش العام، كيف ما كتشوفوا انهم داروا ديك القضيه ديال البلوكاج، حتى مثلا الشعب كدا دخل الملك باش قال لهم فوالا راه خصنا نبدلوا داكشي، وجابوا العثماني، ودابا حتى العثماني راه ما غيكملش السنوات ديالو، يعني هاد السنوات اللي مفروض انها الولايه ديالو الولايه الحكم ديالو ما غيكملهاش، من هاد الحزب هذا خاصه الحزب العداله والتنميه ما غاديش يبقى، هادي كان غير سكاته جابها للمغاربه، ولكن دابا هو بشويه بشويه كيحيد لهم الزربيه من تحت رجليهم. انتم كتشوفوا شنو داروا البن كيران، يعني داك القوال اللي داروا البن كيران حتى حيدوه، يعني بقوا تيحطوا ليه يعني العراقيل قدام يعني تشكيل الحكومه، حتى باش الاخر يعني المغاربه راه طلع عليهم الدم وكذا ما كاينش حكومه، وعاد دخل الملك، فهمتي؟ دائما شي الملك شنو كيخلق واحد المشكل، اوكي، وتيخلي مثلا الحزب كيتورط في ذاك المشكل، وباش كيجي هو تيعتق المغاربه، يعني جيت انا رانا عتقتكم المغاربه، شفتوا انا حيدت لكم هذا الحزب، هو اللي كندير لكم داير لكم، انا حيدتو هذا بالكيران كاع، وانا جبت لكم سميتو واحد اخر. ولكن دابا القضيه الاخرى اللي ما فاهمش المغاربه، وحتى ان مثلا هذا الرئيس الجديد هذا سعد الدين العثماني راه ما غيكملش الولايه ديالو، اوكي، لان مثلا الملك القوالب ديال النظام المغربي ما بغاش يحيد العداله والتنميه في دقه واحده، راه كان من الممكن ديالو يحيدها، ولكن العالم غادي يقول او يعني العالم ما غيفهم والو، يعني ستوجه اصابع اتهام للنظام، اوكي، للقصر. يعني هما شنو داروا دابا؟ غيبقى يديروا بالقوالب. دابا هذه القضيه ديال بن كيران الرامشه، وحنا دابا جبنا العثماني، جبنا القضيه ديال الحسيمه، وغادي نقولوا الحكومه راه ما دارت والو وكذا كذا، ارون بدلوها، وهما انتم كنقول لكم غادي نجيو حكومه جديده قبل ما تسالى 2018. يعني هذه قلت لكم في واحد الفيديو، ان هذه القضيه ديال العداله والتنميه القصر ما باغيهاش، ما حاملش العداله والتنميه تكون حاكمه المغرب، يعني ماشي حاكم المغرب، ما حاملهاش تكون حتى مثلا الحكومه اللي حاطه هو غير شي حاجه لامتصاص الغضب الشعبي، اوكي، هذا الشيء علاش المغرب هذا هو النظام المغربي، يعني النظام المغربي عنده الحكومه غير لامتصاص الغضب الشعبي، باش دائما الصوره ديال الملك كتبقى زوينه، وباش دائما الملك هو اللي كيبقى كيعتق، والملك هو اللي كيتدخل في اخر لحظه ويفوز، وهذه القضيه راه دائما كيخدمها حتى في عهد الحسن الثاني والبصري وكذا، دائما هذا الشيء اللي كان كيدير النظام، يعني هذه قوالب ديال النظام، وهذوك الناس مثلا اللي مع محمد السادس راه ماشي 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 يعني كيتخلصوا غير فابور، ما كياخذوش مثلا الملايين يعني اللي كيتخلصوا شهريا، راه ماشي كيخدموا غير فابور، راه كيخدموا يعني تيجيبوا افكار شيطانيه، وهذا الشيء اللي كنقول لكم مثلا ديرني ارمو، هذا الشيء اللي غادي يوقع مثلا بالحسيمه، غادي يخرج مثلا البوليس، ولكن اللي غادي يبقى يدير الخدمه دابا تما وهي المخابرات، وغادي يكون مثلا القمع بسكوتيه، غادي يكون القمع سري، غادي يكون القمع بواحد الطريقه اللي سريه اللي ما غادي حتى واحد ما يجاب الاخبار، غادي تبقى مثلا يمشيو يهجموا على الناس مثلا في جوج الصباح كيف ما كانت مثلا كتوقع في 78، كيدخلوا عباد الله في 4 الصباح كيدوهم تيديروهم في خنشه تيدوهم، ما كتعرفش فين مشى، وما كاينش اللي كيعرفوا، حتى الجيران ما كيعرفوش النوط راه كاع، اوكي، تيجوا بالزربه تيجوا ما تيخسروش عليك 10 دقائق، كيهزوا مثلا هذاك خينا اللي جاي هذاك السيد مثلا اللي جاي على ودو كيجيو تيخسروا 10 5 ما كاملش 5 دقائق، كتجي كيدقوا عليك تيفرعوا على الباب طن هزوا ديروا في خنشه لوحوا في الكفر ديه لشي بلاصه وتا واحد ما كيعطيك الاخبار، اوكي، وتيهدوا حتى العائله ديالو تيهدوهم تيقول لهم راه اللي قال شي حاجه راه غيطرى عليه بحاله، هذه العائله كتضرب الطم حتى واحد ما كيبقى يهضر، كلشي كيبقى مخلوع وصافي حتى واحد ما كيهضر، وهذا الشيء مثلا اللي غادي يضرب في الحسم، وهذه راه كانت طرات يعني طرات في الثمانينات في عهد الحسن الثاني، القضيه الخناشي راه كانت معروفه مزيان، يعني كيجيبوا بنادم الخناشي وكيدوهم البلايص اللي ما معروفينش، وكاين اللي مات مات واللي بقى حي راه مازال كاينين مازال بقى حي، راكم كتشوفوا مثلا شنو طرى للناس اللي خرجوا مثلا اللي كيهضروا على داك الشيء اللي طرى داك القمع اللي طرف مثلا في عهد الحسن الثاني، اوكي، يعني غير هنا ما بغيتش مثلا الناس يفرحوا بزاف مثلا يكذب عليكم شي واحد شي صحيفه ولا شي شخص يجي يقول لكم ان الحكومه راه كتعتذر ولا ان راه البويس ما غيخرج من الحكومه، راه هادشي كله راه غيكون، ولكن اشنو جاي من وراه هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني الناس ديال الشمال، الناس ديال الحسيمه، الناس ديال الحاره خصهم يكونوا حاذرين جدا، اوكي، يلا السلام عليكم.